مع دخول فصل الشتاء وهطل زخات الأمطار على شوارع طرابلس، تعود الأزمة القديمة الجديدة إلى الواجهة وهي غرق شوارع العاصمة. فبرغم من عدم ارتفاع منسوب المياه هذه المرة لمستويات قياسية كما حدث الشهر الماضي، إلا أن المياه عطلت حركة المرور في بعض شوارع طرابلس، والتي تسببت في إغلاق عدد من الطرقات وتعطل الحركات المرورية، وتعطلت معها مصالح المواطنين كما يحدث كل عام بمجرد وصول أمطار الخير مع الشتاء. شركة الخدمات العامة أرجعت في أكثر من مناسبة أسباب أزمة غرق الشوارع إلى انسداد أنابيب الصرف الصحي وسرقة أغطية منافذها، معللة عدم قدرتها على معالجة هذه الأزمة بنقص الدعم المقدم لها. وبمجرد أن تغرق الشوارع يخرج المواطن وهو الضحية والمنقذ في الوقت ذاته ليساهم في تنظيف الشوارع وتصريف المياه الراكدة محاولا تدارك الأمر. في مثل هذه الأوقات من كل عام يفكر المواطن أكثر من المسؤولين المحليين في ماهية الاحتياطات اللازمة لتفادي غرق الشوارع، وينتظر إن كان سيبقى الوضع كما هو عليه كل عام. حتى الآن لا شيء يوحي بغير ذلك.